السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيب طلاب الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2023 من كتاب الأضواء، وإن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة تطبيقات الأضواء المتحررة على النص المعلوماتي التجارة على مر الزمان. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا، وإن شاء الله كل دروس الترم الثاني مادة اللغة العربية هتلاقيها في قوائم التشغيل. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا. رقم ألف، رقم واحد اقرأ ثم أجب. يطلق مصطلح التجارة على الأعمال التجارية التي يتم من خلالها بيع السلع وشرائها وكذلك الخدمات، وترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة، فقد ظهرت التجارة مع تحضر الإنسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب والمسكن، وقد تتم التجارة في نطاق ضيق داخل الأسواق المحلية أو خارج حدود البلد، وللتجارة فوائد متعددة منها خلق فرص عمل ورفع مستوى دخل الفرد وتعدد البضائع وتنوعها جودة وسعرا. نشوف الأسئلة. السؤال رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد، معنى السلع لأعمال ولا البضائع ولا المصانع ولا الآلات؟ طبعا معنى السلع اللي هي إيه؟ البضائع. طبعا كل هذه المعاني طبعا خدناها فين؟ خدناها في الدرس. بس السلع معنى ايه؟ البضائع. رقم اتنين، مفرد الاسواق السائق الساق السائق السوق السياق. طبعا مفرد الاسواق السوق. السؤال رقم ب، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، يطلق مصطلح التجارة على بيع السلع فقط، ايه؟ خاطئة. رقم اتنين، ترتبط التجارة ارتباطا وثيقا بالحضارة، العبارة صحيحة. نشوف السؤال رقم ج، متى ظهرت التجارة؟ التجارة ظهرت امتى؟ طبعا فقد ظهرت التجارة مع تحضر الانسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والمشرب ايه؟ والمسكن. بكل ايه؟ الاسئلة موجودة معايا في القطعة، فلازم اجر القطعة كويس يا سنة خمسة. يبقى متى ظهرت التجارة؟ هنقول ظهرت مع تحضر الانسان وتوسع احتياجاته وعدم اقتصارها على المأكل والملبس والمسكن. نشوف السؤال رقم د. السؤال رقم د قالي اذكر بعض فوائد التجارة معايا في القطعة، وللتجارة فوائد متعددة منها خلق فرص عمل، رفع مستوى دخل الفرد، تعدد البضائع وتنوعها جودة ايه وسعرا. يبقى نكتب التجارة فوائد كثيرة، هقول منها واحد خلق فرص عمل، اتنين رفع مستوى دخل الفرد، تلاتة تعدد البضائع وتنوعها جودة وسعرا. نشاط رقم اتنين اقرأ ثم أجب. تعرف التجارة الداخلية بأنها العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين التجار في السوق المحلي ضمن منطقة جغرافية محددة، وتنقسم إلى نوعين هما تجارة الجملة، وتكون كمية البضائع المتاجر فيها كبيرة حيث يشتري تاجر الجملة كميات كبيرة من البضائع ثم يبيعها لتجار التجزئة الذين بدورهم يبيعونها للمستهلكين وتجار التجزئة، وتكون كمية البضائع المتاجر فيها محدودة من بضائع
تجارة الجملة، حيث يشتري تاجر التجزئة كميات تناسب حاجة السوق ثم يبيعها إيه للمستهلكين. نشوف الأسئلة معانا. رقم ألف، قال لي هات من الفقرة مرادف تبادل. تبادل هنا بمعنى إيه؟ تبادل بمعنى تداول. تبادل بمعنى إيه؟ تداول. رقم اتنين، مضاد الخارجية. تبقى إيه؟ الداخلية. مضاد الخارجية الداخلية. السؤال رقم ب، قال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، قال تتم التجارة الداخلية بتداول السلع بين بلدين مختلفين، العبارة خاطئة. رقم اتنين، يشتري تاجر الجملة كميات كبيرة من البضائع، العبارة صحيحة. نشوف السؤال رقم ج، قال بما تعرف التجارة الداخلية؟ طبعا بأنها العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين التجار في السوق المحلي ضمن منطقة جغرافية محددة. ما نكتب كده، تعرف بأنها، تعرف بأنها العمليات التجارية التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين التجار في السوق المحلي ضمن منطقة جغرافية محددة. نشوف السؤال رقم د، قال لك للتجارة الداخلية نوعان اذكرهما. طبعا عندي تجارة الجملة وتجارة ايه؟ التجزئة. بنكتب هنا نوعان، طبعا اللي هي تجارة الجملة، واتنين التجارة ايه؟ تجارة التجزئة. تجارة التجزئة. نشاط ثلاثة، اقرأ ثم اجب. التجارة الخارجية يقصد بها العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين، وتلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي تجارة التصدير وتكون عن طريق بيع البضائع من داخل بلد ما إلى خارج خارج حدوده، وتجارة الاستيراد وتكون عن طريق شراء البضائع من بلد آخر وجلبها إلى البلد الموطن، وتجارة الترانزيت وتكون عن طريق نقل البضائع من تاجر وسيط من بلد المنشئ إلى بلد آخر لتتم معالجتها ثم نقلها إلى البلد المستورد. السؤال رقم ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، كلمة تنمية معناها زيادة، طبعا تأخذناها في الدرس. تنمية بمعنى ايه؟ زيادة، العبارة صحيحة. رقم اتنين، كلمة بلد جمعها بلاد، العبارة ايه؟ صحيحة. نشوف السؤال رقم باء، قال اكمل ما يأتي. التجارة الخارجية نقط، طبعا هي ايه؟ العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين ايه؟ مختلفين، وتلعب دورا مهمة في تنمية الاقتصاد. بدي طبعا تعريف ايه التجارة الخارجية، هنقول هي العمليات التجارية التي يتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين، وتلعب
دورا مهما في تنمية الاقتصاد. نشوف السؤال رقم 2، قال تلعب التجارة الخارجية دورا مهما في، طبعا في تنمية الاقتصاد. السؤال رقم جيم، قال كيف تتم تجارة الترانزيت؟ طبعا بتتم عن طريق ايه؟ بتتم عن طريق نقل البضائع، نقل البضائع من تاجر وسيط من بلد المنشأ الى بلد ايه اخر لتتم معالجتها ثم نقلها الى البلد ايه المستورد. بنقول كده تتم عن طريق نقل البضائع من تاجر وسيط من بلد المنشئ إلى بلد آخر لتتم معالجتها ثم نقلها إلى البلد المستورد. نشوف السؤال رقم د، قال التجارة الخارجية 3 أنواع اذكرها. طبعا عندي تجارة التصدير، اتنين تجارة الاستيراد، ثلاثة تجارة الترانزيت. تجارة الترانزيت نشوف مع بعضنا نشاط رقم 4. نشاط 4، اقرأ ثم أجب. التجارة الإلكترونية هي مجموعة الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت، وقد قدمت التجارة الإلكترونية الكثير من المنافع للبشرية سواء على مستوى الأفراد كإتاحة فرص عمل من المنزل وفتح أبواب العمل أمام مربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين عن العمل وإرسال البضائع بسهولة وسرعة فائقة، أو على مستوى الشركات فقد مكنت التجارة الإلكترونية من توسيع السوق على نطاق عالمي وتصنيع المنتجات وفقا لما يرغب فيه المشتري. السؤال رقم أ، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 معنى المنافع، النعم، الفوائد، الأموال، الهدايا. طبعا معنى المنافع اللي هي إيه؟ الفوائد. رقم 2 مرادف الأنشطة، طبعا إيه؟ النشاط. السؤال رقم ب، رقم ب ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1 تتم التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، العبارة صحيحة. رقم 2 استطاعت التجارة الإلكترونية توسيع السوق على نطاق عالمي، العبارة صحيحة. رقم جيم، قال ماذا يقصد بالتجارة الإلكترونية؟ طبعا هي مجموعة الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت، وقد قدمت إيه؟ التجارة الإلكترونية كثير من إيه؟ المنافع للبشرية. بنكتب كده هي مجموعة الأنشطة التجارية التي تتم عن طريق ايه؟ او عبر الانترنت. السؤال رقم د، قال اذكر بعد فوائد التجارة الإلكترونية على مستوى الافراد.
طبعا إتاحة فرص عمل، إتاحة فرص عمل من المنزل، وفتح أبواب العمل، أبواب العمل أمام ربات البيوت، وزوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين عن العمل، وإرسال البضائع بسهولة وسرعة فائقة. وبكده يا سنة 5 وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ياريتم تشاهدوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع تمنياتي لكم من النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.